انت عايز تنغوش في القديم. وانا قلت الكلام ده فين؟ قعدت تقول لي انا بعمل كده هاي في المايك. الفيديو ده انا عايز امسحه. انا كان نفسي اعمل كده. مفيش ولا واحده حبيتها عارف انها بحبها. انت بتجرجرني وانا بقول هاي يا جماعه، ده البوكس بتاع جوسبس موسم الثاني. هنفتحه نشوف فيه ايه، مع اننا عارفين فيه ايه، بس هنفتحه نشوف فيه ايه. ياه، اسئله ملهاش علاقه ببعض. ماشي، بادئينها جميل قوي. كنت عامل فيها تامر حسني وانت في الجامعه وبتلعب جيتار وكده، قلنا وقعت كام بنت بالحركه دي. انا وقعت الجيتار نفسه والله العظيم، وقعته كتير قوي واتخبط مني واتكسر، بس يعني ما وقعتش بنات خالص. ما انا ما كنتش بعرف العب ساعتها، انا كنت جايبه هو كان معايا، كنت بمشي ايدي كده وخلاص. واحد صاحبي تاني هو اللي بيلعب، اسمه محمود شيتس بالمناسبه. اه والله بيدرب فريق دلوقتي كورال الشرق، ربنا يقويه يا رب. عرفنا انك اتحطيت في الفريند زون كتير. الفيديو ده انا عايز امسحه بس تمام. معلن، عرفنا انك اتحطيت في الفريند زون كتير قبل ما تخطب، لما بيشوفوك وانت مكسر الدنيا ومضحك كل بنات مصر وبتقابلهم بيتعاملوا معاك ازاي، وقول لنا عددهم من فضلك. دي اشاعه. انا ما اتحطيتش في الفريند زون قبل كده، انا كنت بحط نفسي في الفريند زون عشان من يعني بدل ما اروح واتجرح واروح اسمع يوم زفافك والكلام ده، كنت من قصرها كده بتخيل القصه واقول ان انا لا فاكس. فانا كنت بحط نفسي في الفريند زون. ما كانوش بيعاملوني عشان ما كانوش عارفين اصلا. فيش ولا واحده حبيتها عارف انها بحبها غير قليلين. يعني انت عايز تنغوش في القديم، عايز تنكش. طيب هقول لك قصه والله اول مره اقولها. في واحده دعت ان عندها مرض ما، وقعدت تقول انا بعمل كده ايام زباله والله يلا الله يسامحك. بعد الحديث عن فريند زون ومن خبرتك، سلام، قول لنا ثلاث نصايح الرجاله تعملها عشان ما تتحطش في الفريند زون. ما انا عنديش خبره في الموضوع، فممكن اقول لك نصايح عامه. انا بحب انصح مع اني مش اهل لده خالص. يعني خليك صريح، خليك واضح، ما تعملش زيي روح قول على طول لو في ما في ما فيش خلاص. نصيحه ثلاثه، لازم ثلاثه. اه انت جاي لابراهيم الفقي. تاني نصيحة، يعني خليك صريح وما تبقاش تقيل برضو، يعني ما تحاولش كتير. لو لأ من أولها فلأ، عشان برضو ده ما بيجيبش. والحاجة الأخيرة عشان ما تحطش في الفريند زون، يعني حاول يعني دي برضو احنا كرجالة بنبقى مقصرين فيها قبل العلاقة وجوه العلاقة، ان احنا ما بنجتهدش ان احنا نعرف الاهتمامات أو بنذاكرش. يعني هما بيذاكروا جدا، يعني هما تقولك انت يوم 3 فبراير السنة اللي فاتت جبت مش عارف ايه، عرفت ان انت بتحبها، بياخدوا بالهم. احنا ما بننسى، فلا ركز في التفاصيل دي، بتفرق معاهم. يعني انت دايما هقول اللي بعده من غير ما تقول لي على فكره ما تحسنيش ان انا سخيف. اللي بعده اللي بعده يلا يا عم. انت دايما بتطلع اسامي غريبه على حاجتك، وكنت مسمي عربيتك سلوى حبيبتي. قول لنا كيفيه اطلاق الاسم للشيء، وايه الحاجات اللي مسميها غير سلوى، وهل سلوى راحت لحالها وجات عربيه جديده باسم جديد ولا لسه؟ انا بحب اقول اسامي على الحاجات، يعني مثلا قطتي اسمها منال. والله مش عشان حاجه، بس عشان ده اول حاجه في دماغي. يعني كنت بتسال على اسمها فقلت له منال، عشان كنتش عارف اسمها ايه، كنت جايبها من الشارع برضه. فكيفيه اطلاق الاسم للشيء هو فعلا اللي بيجي في دماغك بتقوله، والحاجات اللي مسميها وسلوى راحت لحالها ولا وجات عربيه. اه حصل، والصراحه ما رضيتش شدي العربيه الجديده اسم سلوى برضه، قلت لا خلي سلوى هي سلوى. وما راحتش حد غريب، راحت لاختي يعني، فبروح لها كل يومين كده امسحها بتاع اطمن عليها اركنها تاني. مامتك زمان انا كان نفسي اعمل كده. انا جاي البرنامج ده عشان اعمل كده الصراحه. انتوا ليه شلتوا المتعه دي يا جماعه؟ بقيت حاسس ان انا استاذ وائل ابراش الله يرحمه. السؤال التاني، قلت قبل كده انك لو هيكون عندك قوه خارقه نفسك، انا قلت الكلام ده فين؟ قلت قبل كده انك لو هيكون عندك قوه خارقه نفسك تبقى الاختفاء، صح؟ عايز تختفي وتروح فين يا طه يا تسوقي وانت خاطب؟ ها؟ مين اللي كاتب السؤال ده؟ لا ما كنتش عايز اختفي من حد، يعني عايز اختفي عامه. حلوه الموضوع، اوعى. ممكن اروح حتت ما حدش يعرف ان انا رحتها، اقعد مع ناس مش عارفين ان انا قاعد معاهم عشان تسمع بيقولوا عليك ايه مثلا، او اسمع هما بيقولوا عامه. انا فضولي مش فكره، مش بيقولوا عليا ايه، هما بيقولوا ايه هم. انت قعدت سنين كتير قوي بشعرك الكيرلي، وكانت علامه مميزه فيك. قول لي اطول فتره قعدت فيها ما تحلقوش، ولو ما كانش الدور عايز كده كنت هتحلقه ولا لا؟ وخطيبتك حبيتك كده اكتر ولا وانت بشعرك؟ انا بحب شعري الصراحه، وهو
كيرلي كده كنت بحبه كده اكتر. خطيبتي تسال عن الكلام ده معرفش. بس لا يعني كل الناس كانت حابه فيا الشكل ده. لو ما كانش في دور محتاج نحلقه ما كنتش احلقه بصراحه عشان كنت بحبه. بس انا بحب اختلف يعني في الشغل، ما بحبش اثبت بطريق بشكل معين، بحب دايما اغير. وهو ريسكي جدا ان انت تغير حاجه الناس متعوده عليها وبتحبها، بس انا بحب اعمل كده يعني. خطيبتك اسمها نادين ومن اصول ارمانيه. اولا بنات مصر اثروا معاك في ايه؟ على فكره مصريه، اصول ارمانيه ما تشيلش ان هي مصريه. ثانيا ممكن تقول لنا اسمها بالكامل عشان الموضوع ده حير ناس كتير. ماشي، انا ما بحبش اتكلم عن حد يعني، هي تتكلم عن نفسها. بس اسمها نادين كيتش جيان. نادين كيتش جيان ده الاسم الاب ولا الاب الجد؟ بص يا نادين كريكار كيتش جيان. ما شفت هنخش في موضوع يعني، هي مسؤوله عنه. اسم الشهره بتاعها نادين كيتش جيان، وده دليل ان انا بحبها ان انا حافظ اسمها من داي 1. لخبطتش يعني. الهلوبه في المطبخ، قول لنا التريك بتعملها في المطبخ. مين قال لكم ان انا الهلوبه في المطبخ؟ انا بدعي ده مش حقيقي خالص طبعا. انا بعمل، بص بعمل حاجات. هكمل السؤال. الهلوبه في المطبخ، قول لنا التريك بتعملها في المطبخ غير انك بتحط ليمون لما الاكل يبقى مش حلو. هي دي التريك. هي دي ان انا بحط ليمون على اي اكله بتطلع طعمها حلو قوي، لان الليمون طعمه حلو. ملوخيه بالليمون طبعا طبعا. يا جماعه ما جربتهاش ملوخيه؟ ايه ده يا لهوي، باميه بالليمون ده كده كده متعرف عليه. ملوخيه بقى بالليمون جربيها، والله العظيم حلوه قوي. اصل الملوخيه على فكره في ناس بتتعامل معاها كاكل وفي ناس بتتعامل معاها كشوربه. انا بحب اتعامل معاها كشوربه يعني بشربها. مفيش اكل اصلا، ما بعملش اكل. يعني بعمل مكرونه. يعني مره عملت مكرونه وايت صوص، عارف نزلت من الحله كده اللي هو مكعب كده. والله كنت بقطعها. كان ممكن اخدها دي التورته. كنت بتشتغل كوبي رايتر في شركه اعلانات، قدامك بوكس جوسبس يلا حالا نعمل له سلوجان وكلمتين في اعلان. ايه ده ليه كده؟ ده انا مبطل الكلام ده من زمان. يو يا باشا، ده انا مبطل الحاجات دي من زمان. جوسبس بس انا كنت بطلع لاينات، كنت بحب اطلع لاينات اللي هي درجه يعني، منها مثل شعبي ومنها يعني حاجات تبقى اللي هو ايه ده دي موجوده، ما هي عشان موجوده فاهم. ما كنتش بكريت حاجه قوي يعني، انا جاي اطفي المكان اصلي. بوكس جوسبس اقول حاجه سخيفه جدا دلوقتي. عارف البرين ستورمنج لما يقعد يقول لك انا هقول اي كلام دلوقتي؟ انا بفكر بصوت عالي، انا هقول خواطر عشان تحسبش عليك افكار يعني. يبقى الماورائيات. ما رأيات عشان هو بيكشف الحاجات المستخبية. مش حلوة خالص. انا عارف باين من وشوش الأزازة، باين والله العظيم كله قاعد على الكنبة عمل كده. افكر لكم في حاجة وابعت لكم والله ان شاء الله. كله في الصندوق، ما ده بقى اللي نعترض عليه في البرنامج. دي اول فكرة، دي مش حلوة. نظرك ضعيف. شكرا. طب لو دور مش عايز حد بنضاره هتلبس لينسز ولا هترفضه؟ عامه انا كل الحاجات في المسلسل اللي كانت من غير نضاره كنت بطلع من غير نضاره وما ببقاش شايف، وكنت بعرف ان انا غلط لما ببقى شايف يعني. طالما انا شايف الممثل اللي قدامي واحنا بنمثل كنت بقول انا اسف يا جماعه لابس النضاره. ممكن نعيد عشان الراكور بس. فلا ببقى من غير النضاره. ساعات بلبس لينسز بس ما بعرفش اعمل يعني ما بعرفش احط مش فاهم اصلا خالص، ما بعرفش. وسالت حد قبل كده يعني، رحت واحده يعني ربنا يديها الصحه يا رب ويسهل لها حياتها، رحت قلت لها بعد اذن حضرتك ممكن تساعديني في ان انا احط لينسز؟ كنت في شغل يعني. فقالت لي اوكي دي سهله جدا بتعمل كده كده. لا ما بعرفش اعمل ده. يعني انا الحركه دي ما بعرفش اعملها، فممكن تساعديني؟ قالت لي طبعا. فجت لي عشان تساعدني في ان انا البس اللينسز، فانا بقى بعمل كده. بتقولي لا ما نخافش. بتاع حضرتك ده شعور. انا مش متحكم فيه، ما ينفعش اوقفه. وبعدين طالما قلت لك فانا بخاف احط اي حاجه في عيني. زعلت مني قوي بقى ان انا بخاف ان انا احط حاجه في عيني يعني. لا مشيت، ما مشيت. طمس ان انا بخاف ان انا. قلت لي انت موترني جدا. ما انا اللي متوتر. نعمل كده وخدت مش عارف. دخلت فريق الكورال بتاع الجامعه وفي اول حفله قفلت المايك عشان ما كنتش عارف تعمل ايه. حقيقه هو انت ممكن تغني الاغنيه اللي كنت هتغنيها قبل ما تقفل المايك وقتها وبعدين تحكي لنا ايه اللي حصل؟ ما كنتش اغني، دي الفكره. انا كنت هلعب جيتار فما كنتش لسه عارف حاجات قوي، فكنت حافظ ميلودي واحده كنت هطلع العبها سولو. بس عشان تلعب سولو في الكورال لازم تلعب مع كل الحاجات اللي هم بيلعبوها يعني. فما كنتش عارف العب ايه بالظبط. فالراجل بيشيك على المايكات كده قبل ما نبدا الحفله، فبيعمل تك 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 تك، جاي عند المايك بتاعي لا ما بيعملش صوت. قال له افتح مايك 9 محمد. قلت له اقفل مايك 9 محمد، اقفل المايك حضرتك يعني استرني. مش عارف انا بمشي ايدي بس والدنيا ماشيه يعني. فهم كانوا بيلعبوا حاجات اللي هو رومبا وحاجه وانا
صوتي في حاجه اغنيه ما بعرفش. بص انا بعرف اغني بس صوتي مش حلو، يعني انا بحب اغني. طب انتوا عارفين الاغنيه بتاعت مدرسه المشاغبين؟ اهلا وسهلا شرفتي متشكر على ايه يا اختي ده بكره هتقولي يا حوستي ليه ليه اشتغلتي مدرسه انا بقى فنان مشهور ما تصدق ايه هو مرسي الزناتي ابو القوه انا جدع كل مروه وقلبي ابيض من جوه اموت انا في ست نحوه زاد 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 العيون الناعسه عرقت يا لهوي. كلنا حاجه محدش يعرفها عن ماجد الكدواني، احمد امين، رنا رئيس، هدى المفتي، محمد حلمي. بص انا مش شاطر قوي في حاجه محدش يعرفها دي. استاذ ماجد الكدواني هو ده اكيد الناس عارفاه عنه بس مش عارف ممكن يكون في حد ما يعرفش عنه. بيهتم جدا بالروحانيات، هو راجل روحاني جدا، واول سؤال هيساله لك لما يشوفك انت برجك ايه. هو بيفهم قوي في الابراج فبيعرف ازاي يتعامل اصلا معاك عن طريق صفاتك او صفات برجك ايه. احمد امين اللي اكتشفت ان في ناس ما تعرفوش عنه ان هو بيلعب الات كتير جدا، يعني بيلعب بسم الله ما شاء الله عليه، يعني مفيش اله شفته بيتعامل معاها لو بيطلع منها لحن، ولحن معروف يعني مش اللي هو مثلا بيدندن، لا بيلعب انت عمري مثلا اللي هو حاجه الف ليله وليله بتاع. فبيلعب الات كتير جدا. رنا رئيس حاجه مش كتير يعرفوها عنها، رنا بتنام كتير تقريبا والله، يعني كان دايما كان بتيجي التصوير يا اما لسه نايمه او في البريكات بتطلع تنام. هدى بتحب الاكل، بتحب الاكل جدا، من الناس اللي لما بتشوفهم بتاكلوا تجوع، عارف انت الناس دي بتحب تاكل. مش عارف ينفع اقول كده هدى ولا لا بس هم زانقني الصراحه وانا لازم اقول كل حاجه. محمد حلمي حاجه ما لا محمد حلمي ما ينفعش اقول الحاجات اللي الناس تعرفهاش عنه عشان ممكن عشان اعرف حاجات جديده. حبيبي واخويا محمد حلمي حاجه واحده مش عارف ينفع اقول ولا لا. حلمي بيهتم بشياكته جدا قبل ما يطلع على الستيج، لذلك ما قفشته في مره بيحط برفيوم. كنت عايز اقول له يا حلمي احنا على المسرح ناس مش شامه حاجه. بس هو لنفسه يعني، هو راجل انيق يعني بيحب يهتم بالحاجات دي. طيب خلصنا الحمد لله اسئله مالهاش علاقه ببعض، هنخش على الفقره المحرجه معلومات عامه. مع ان هي معلومات عامه يعني مش خاصه، مثلا معلومات عامه ممكن اي حد يكون عارفها، مش عارف بيسالوني فيها ليه بس ماشي. من هو مخترع النظاره الطبيه؟ عم محمد اللي بيعمل لي النظارات. اللي اخترعها من البدايه خالص اكيد نظاره غطس دي مثلا، ما كانتش نظاره زي دي يعني، كان في بيحطوا جهاز مثلا او حاجه، كانت عدسه واحده كبيره كان لوح ازاز كده الناس بيمشوا وبصوا فيه. وممكن يبقى بتاع عم محمد بتاع الازاز عايش لسه. من هو مخترع النظاره الطبيه؟ جاليليو. مين مخترع النظارة الطبية؟ الحسن بن ايه اللي بتقولها لي بصوت واطي كده على السن اللي المفروض اكون عارفها يعني؟ الحسن بن الهيثم يا جماعة، عشان لو حد وقفك في كمين أو حاجة قال لك مين مخترع النظارة الطبية تقول له الحسن بن الهيثم، عشان دي معلومة مهمة جدا. من هو الحيوان اللي بيستخدم إيده الشمال دايما؟ وليد صاحبي. مين الحيوان اللي بيستخدم ايده الشمال دايما؟ تحس اب اللي بيسالها، مين الحيوان اللي بيستخدم ايده الشمال دايما؟ انا لسه عايش معانا موجود. الدولفين، عارفه البنجوين، البطريق، معايش في حاجات ساعه، الدب القطبي. الله عليك يا جماعه. بيستخدم ايده الشمال بس اشول؟ يا حبيبي ليه كده؟ وعرفتوا منين؟ انا قعدت معاه فين عشان تعرفوا القصه دي؟ دي معلومه مهمه جدا برضه يا جماعه، عشان لو قابلت الدب القطبي ما تسلمش عليه كده، تسلم عليه كده. معلومه مهمه جدا. اول ناس لبسوا الكرافات دي كانت ناس ضيقه جدا، كانوا ناس ضيقين جدا ومتزمتين كده وبيقولوا يا بومبي وبتاع. مين بقى؟ الكرواتيين. بص ناس ضيقه. يبقى يا جماعه الكرواتيين كانوا اول ناس بيربطوا منديل، بعد كده فرنسا خدت الموضوع وحولته للكرافات اللي بنشوفها دلوقتي. معلومات مهمه جدا. مين هو الهيجمانه؟ يعني مش المفروض هي مش الهيجمانه دي واحده؟ هو هيجمانه، هو هيجمانه، هو اسمه هيجمانه ولا دي فصلته؟ ذكر الهيجمان، الهيجمان بيعمل بيت سهل انك تهده، تعرف ان انت ممكن تعمل بيت سهل اهده عادي والله لو مخالف اهدهولك. بنفخه. مين بقى؟ مين؟ العنكبوت. صح يا الهيجمانه يعني العنكبوت، ذكر العنكبوت اسمه هيجمانه. يا جماعه دي معلومات قيمه. طيب ايه الالوان المكونه لحروف محرك البحث العالمي جوجل؟ ده عظيم، ده ازرق واصفر واحمر واخضر. انا كلي علم. ما معنى اسم نادين؟ انا مش معترف بمعاني الاسماء عشان ما مختارين اسم خطيبتي يعني مش عايزين تعملوا مشاكل. الجميله، اللذيذه، المعطاءه، هي دي اسم، هي دي نادين خطيبتي. مين بقى نادين اللي انتوا قصدها؟
الامل بالروسي؟ ما مالي بالامل بالروسي؟ ما تشوف الامل بالمصري اصلا. من قائل العباره دي؟ هذه بقى بعد اذنكم، يعني من قائل العباره هذه؟ كلنا بنغلط بيغلط، واللي فيكم ما بيغلطش يروح يعاقب مريم. ده هاني سلامه، فيلم ويجا. صح. كم عدد لمبات الراوتر؟ اللي منورين ولا الفاصلين؟ كلهم على بعض. لا انت كده بتصعبها عليا. الباور بتبقى منوره، واللان بتبقى منوره، وفي واحده تانية بترعش، دي اس ال، عشان دي يقول لك لو بترعش يا فندم خليك معايا، فدي بترعش. لو مش منوره يبقى مش شغال الراوتر. لو عندك مشكله كلمني في اي وقت. تعالى نتخيل ان في اربعه هم دول والباور، ودول سبعه. برافو. انا في الراوتر، بص ما اقولكش. في السعوديه بيقولوا عليه طفحيت، يا ترى في مصر ده الكروزه. بقول لك بتاع مفحط وبتاع. فيلم لاحمد عز وحنان ترك. احمد عز وحنان ترك، استنى انا عارفه. احمد عز وحنان ترك، الشبح مش الشبح، مش ملاك اسكندريه، كانت غاده عادل. ارجع حاله اسمه ايه ده اللي هو كان لزاز، دول كلهم كانوا بيعملوا تورته قلب دي. النهارده في يومنا الجميل حاله حب، حاجه كده، حب البنات. مصلحه، كان في احمد عز وحنان ترك. صح. طيب فيلم لاحمد عز وحنان ترك المصلحه بقى، مش اللي انتوا قاصدينه. اغنيه تتر المسلسل من مسلسلات النجم يحيى الفخراني. انا يعلل واخره لما ننني ننني ننني. انا كل تترات كنت بحبها قوي، علي الحجار، وكان في حاجات حلوه قوي. اغنيه فيها كلمه اول في 10 ثواني، في اول 10 ثواني. اول مره احب قلبي ومن يوم ما اتنى، اول مره تحب يعني. ماشي، دي حطها، دي حطها في دماغنا، وواحد على في ايدينا. اول يوم في الباد. 10 اسامي لستات بيبدا اسمهم بحرف النون. ناديه، نادين، نرمين، ندى، نسمه، نرجس، نبيله عبيد. لو عايز اسمها ثنائي يعني. ناديه الجندي كده، قلنا سبعه. نحمده. نشكره بقى. ونيلي نبويه تعرفني. اللعبة دي متقسمة لجزئين، الجزء الأول هتجاوبي على كل الأسئلة. أوكي هجاوب، حاضر. الجزء الأول هتجاوب على كل الأسئلة بسرعة جدا، وبعدها أكلم حد قريب ليكي جدا وتسألي نفس الأسئلة عشان تعرفي هو عارفك كويس ولا لا. حاضر. أكتر وزن وصلت له وناس لاحظت إنك قلبصت؟ شو، أنا عمري ما سمعت أنت تخنت دي. أنا دايما بسمع أنت رفعت في الصيف لما بقلع الجاكيت، بقعد أقنعهم يا جماعة لا أنا صيفت، انا ما خسيتش ولا حاجه، وبس الجاكيت كان عامل لي قيمه. فانا عمري ما سمعت انت تخنت دي خالص. واكتر وزن وصلت له تقريبا حاجه و60، يعني 64 65 ده كده. انا في العادي انا كنت 45 اصلا. لا كان مجاعات يعني. باخد معونات من الناس. طيب صاحبك اللي بتحبه مش عامل لك قيمه ولا معبرك، المعامله بالمثل ولا هتبقى باقي عليه؟ والله انا في موضوع الصحاب ده ببقى باقي لاخر للاخر يعني، بس لما بقفل خلاص يعني. من النوع اللي هو بفضل استحمل استحمل استحمل، بس قفلت الصفحه ما بفتحهاش تاني الصراحه. في مصمت شعبي، ايه هي اكلتك المفضله من بواقي العجل؟ طيب انا بحب شوربه الكوارع جدا، بحب الكوارع عامه. ولو مصمت فدي بقى يعني ممكن لحمه راس، دي مش تا كتير عارفها يعني، لان اصحابي ما بيحبوا بوش هذا النوع. بس لو في حاجه ممكن تبقى كوارع. بتنام بسرعه ولا بتفضل تفرك كتير لحد ما النوم يكبس عليك؟ انا بنام في اي حته والله العظيم، يعني لو تعبان بنام في اي حته، بس في العادي لا، بقعد شويه كتير قوي عبال ما انام. بس لو تعبان بتاع سفر كده او شغل بتلاقيني في اي ركن كده مكوم ونايم. لو هتتسلى بلب هيكون ابيض ولا سوري ولا اسمر؟ اللي هو الاصفر السوبر ده اسمر؟ لا بقى دي معلومه بقى فايتاكم، اقول لك عشان الاسمر ده الاصغر من السوبر. والله اصفر برضه بس صغير قوي بتاع الشمام. لا لا لب زي السوبر ده بالظبط بس صغير، تقريبا لسه ما كملش تعليمه او حاجه، صغير هو عايز صغير قوي كده، مش عارف كانوا بياكلوه ازاي اصلا. فهو الاسمر يعني اللي هو السوبر. قررت تدخل سينما وجوه السينما عيل زنان، هتقول لامه سكتي الواد يا مدام ولا تاخد بعضك وتمشي؟ بتحرج جدا في الموقف اللي زي دي، ما بعرفش اقول ايه، فبقعد اعمل حاجات اللي هو كده في الدرجة بيني وبين نفسي، اللي هو امه تفهم ان في مشكله من غير ما اقول لها بشكل مباشر بعد اذنك سكتي ابنك او طلعيه بره. بتلبس ساعات في ايدك ولا مالكش فيهم؟ بلبس الساعه دي. بتبلع بحاجه ساقعه ولا كوبايه ميه؟ مؤخرا بقيت اشرب حاجه ساقعه مع الاكل، بس ما كنتش بعمل كده يعني، كنت بشرب ميه الاول. بس عامه في الاكل كتفضيلات بحب الاكل هو يكون جوسي، ما احبش ابلعه بحاجه. مش عارف المعلومات دي هتعرفها ازاي توفي. هقول لكم ليه هكلم توفي عامه، مش اشرف، مش وليد، مش
نادين هقول لكم ليه. لبسك الوان بيزك ولا مشجر ومنقوش؟ لا عامه بيبقى بيزك يعني عامه بيبقى الوان ما فيهاش اختراعات يعني. هكلم مصطفى عباس توفي لسبب هو في الحلقه اللي زي دي بنكلم اشرف او وليد او توفي او نادين يعني في ناس كتير عارف عني فضايح، بس انا هكلم توفي عشان توفي بيتضايق قوي لو حد صاحبه مش عارف عنه حاجه، بتحز عنده لو انت ازاي صاحبي ومش عارف المعلومه دي. فانا هكلمه اختبره هو يعرف صاحبه بقى ولا ما يعرفوش قدام الناس كده، هبروزه جدا. مصطفى عباس توخي صاحبي انت على السبيكر بس قبل اي كلام. ايوه انا مع جوسبس. ايه الاخبار؟ كله تمام، بيسلموا عليك كلهم هنا صح؟ ازيكم عاملين ايه يا جماعه؟ ايه بص زياد والله زياد جدا. بص يا صاحبي هسالك شويه اسئله، عارف انت اللي بيعملوها في البرامج دي. دي مداخله يعني يا طه؟ دي مداخله، انت داخل معانا مداخله صح؟ معانا مصطفى عباس من المهندسين. بص يا صاحبي اكتر وزن وصلت له والناس لاحظت اني كلبصت شويه كان ايه؟ 40. شكرا يا حبيب قلبي. صاحبي يعني ساعة الجيش كان عامل عضلاته وكان فورمه والله، كان عامل عنده عضلات. ايوه 60 65 في الرينج ده. الله ينور عليك يا صاحبي. صاحبي اللي بحبه مش ومش عامل لي قيمه ولا معبرني، هل بتعامل معاه المعامله بالمس ولا بفضل باقي عليه؟ لا 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 يعني محدش هيعاملك المعامله دي عشان انت ما بتتعاملش مع الناس كده يعني، انت بتتعامل مع الناس كويس ما بتديلوش المساحه ان يتعامل معاك بالاسلوب ده، فاهم حاجه؟ ايوه صح يا صاحبي. صح صح. طيب شكرا يا صاحبي انت طلعت عارفني قوي. انا كنت شاكك فيك الصراحه. في مصمت شعبي ايه هي اكلتي المفضله من بواقي العجل؟ الكوارع. شوف الكوارع صح. بنام بسرعه ولا بفضل افرك كتير لحد ما النوم يجبس عليا؟ بنام بسرعه جدا زي الحسنه. بقول لك بتنام بسرعه جدا زي الحسنه. هو كده بينام. خلاص يا توفي مش لازم نخش في تفاصيل صح. تسالي بحب اللب يكون ابيض ولا سوري ولا سوبر اللي هو الاصفر ده؟ سوري وسوبر. جدع. بس سوبر اكتر. جدع الله ينور عليك. طب قررت ادخل سينما وجوه السينما عيل زنان، هقول لامه سكتي الواد ولا هاخد بعضي وامشي؟ انا جاوبت اجابه ثالثه عامه. ايه ده انا بشغششك ليه؟ قول. لا 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 هتقول لامه سكتي يعني، هتحاول تعمل اي نوش كده يبين اللي المفروض يسكت. لو لقيتها مزنقه قوي هتبقى صح. ولا انا قلت كده بالظبط اللي هو هعمل كده من بعيد يعني. ايوه يا جماعه على اساس مش شايفه يعني. ايوه صح. ماشي بلبس ساعات في ايدي ولا ماليش فيهم؟ لا بتلبس ساعات. صح. ببلع بحاجه ساقعه ولا بميه؟ عادي يعني لا بس حاجه ساقعه غالبا يعني. صح. لا لا ميه اكتر. بص هو انا قلت مؤخرا بقت حاجه ساقعه، بس انا اصلا بحب الاكل جوسي ما بحبش ابلعه بحاجه. أيوة زي وخاصه زي. لو اكلك يا صاحبي اخويا. يعني بحب اكل اكله جدا. قول كل حاجه نفسي. قول 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 هتقول ايه؟ الاكل يا طه وبنقول لك هنطلب يا طه ما بتطلبش عادي يجي اكل تاكل مني ما تاكلني وانت وكل الشباب بتشربوا الميه بتاعتي ما تاكلني. طب بقول لك انا جاي لك نتخانق في القصه دي بعدين. لبسي الوان بيزك ولا مشجر ومنقوش؟ لا الوان بيزك اكتر. الله ينور عليك. يعني انا ولا احمد عصام؟ لا لا عصام مشجر وحتى جرب. عصام مشجر جدا. صاحبي انت جاوبت كله صح بامانه والله. تسلم تسلم يا حبيب قلبي. عليك من النجوم. سلام اخويا. سلام. تعرفني للجمهور دلوقتي هنكلم حد من جمهورك وتسالهم اسئله عشان تعرف هم مذاكرينك كويس ولا لا. ده هيبقى اختبار سهل جدا لان انا ما عملتش حاجات كتير يعني فتمام ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ انا كله تمام والله الحمد لله. والله العظيم مبسوطه جدا انا بكلمك. الله يخليكي. والله انا اللي مبسوط. شكرا. بصي هنسالك كام سؤال كده، هم زنقوني في ان انا اسالك كام سؤال، تحسيش بقى ضغط عادي لو جاوبتي سؤال غلط انا معايا رقمك وهعرف اتصرف معاكي كويس جدا. طيب مسلسل الصفاره كنت بعمل ايه في الحبهان؟ كنت بتقرقش الحبهان. كنت بتقرقش من اجلها. اجلها. شكرا جدا. طيب الحاله الاجتماعيه؟ شاطر. متشكر جدا مركزه. حافظين. كنت اقرب ايه لاحمد امين في مسلسل السفاره؟ اسئله سهله جدا يا جماعه. سهله قوي اخوه. شكرا. وبقول له ايه؟ ابي شفيق. الله ينور. طيب مسلسل من جزئين عملتهم؟ موضوع عائلي. صح. وفي بيتنا روبوت. صح مظبوط. طيب خريج كليه ايه؟ حقوق. ايه ده بسم الله ما شاء الله برافو عليكي والله متابعه. طب اخر فيلم عملته؟ المطارين. 10 من 10. 10 من 10 والله.
برافو عليكي. عايز اقولك ان مصدقه فيها جدا وانا اعمالي قليله جدا فالاسئله كلها سهله الصراحه. يعني احنا مش بنسالك مثلا في عبد المنعم مدبولي عامل ايه هو شرير فاهمه، بس هم زنقين هنا في اسئله اصعب بكتير قوي. بس انا متابعه. شكرا شكرا ويا رب افضل عند حسن ظنك فاطمه، تفضلي متابعه جدا كده والله ان شاء الله. شكرا يا فاطمه. شكرا جدا، باي باي. يا جماعه انا اتبسطت قوي معاكم والله العظيم، والله اتمنى تكون حلقه لذيذه ما اكونش سخيف، وشكرا جدا. باي 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 باي.